المعيشة كانت هني غير هون، والطبية غير هون يعني. فهمت علي كيف؟ وهلا هو المساعدات شايفين يعني انه الانورا بيعطوك انه بس بيعطوك ايواء 100 دولار. اجار بيتي انا 300 دولار. شو بيكفي؟ و45 للطفل، انت الطفل اللي عندك قديش بيصرف؟ يعني الانورا بس كترنا المساعدات بس شوي، وبالنهاية نحن لازم نرجع على سوريا، ما لازم نضل هون. نحن فلسطين وسوريا ما لازم نضل هون، لأنه هون وتجديد وأمن عام كل ثلاثة أشهر بدك تروح تجدد، وتدقيق علينا على كثير يعني على فلسطين السوري صاير خانقنا خانق، وإحنا ما لنا مبسوطين هون، ونتمنى نرجع على سوريا وتنحل الأزمة والله يفرج على العباد. من المحزن أن يكون اليوم حوالي 90% من لاجئي فلسطين النازحين من سوريا يعيشون في الفقر، 95% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 9% منهم يعيشون في الفقر المدقع وهم غير قادرين على تأمين حاجاتهم الغذائية الأساسية. نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 52.5%. إن لاجئي فلسطين في لبنان هم مجتمع مضيف للاجئي فلسطين نازحين من سوريا وللاجئين آخرين في لبنان. من هنا أهمية استمرار تقديم الدعم للاجئي فلسطين النازحين من سوريا وللأونروا في لبنان. إن هذا الدعم هو استثمار حقيقي في استقرار لبنان والمنطقة. And I'm the communications manager for UNRWA in Lebanon.